صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 30 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وقانون رقم 31 بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة لسنة 2018 وذلك بعد إقرارهما من مجلس الشورى ومجلس النواب. أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية العريقة مع جمهورية الهند الصديقة والتي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة الصعد. جاء ذلك خلال استقبال جلالة العاهل المفدى هذا اليوم لسعادة السيدة سوشما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند بمناسبة زيارتها للمملكة لحضور الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، حيث نقلت إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند ومعالي السيد ناردرا مودي رئيس الوزراء وتمنياته الطيبة لشعب البحرين بدوام الرخاء والتقدم، فيما كلفها جلالته بنقل تحياته إلى الرئيس الهندي ورئيس وزرائه وخالص تمنياته لشعب الهند الصديق بالمزيد من الرفعة والازدهار. وأشاد جلالة الملك المفدى بالنتائج الطيبة التي أسفر عنها الاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة، وبارك جلالته حفظه الله على الاتفاقيات الموقعة في هذا الاجتماع بين البلدين الصديقين والتي سيكون لها دور كبير في تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وهنأ جلالة الملك المفدى سعادة الوزيرة بافتتاح مبنى السفارة الهندية الجديد في المملكة، مؤكدا أن العلاقات البحرينية الهندية تعد نموذجا رائدا لعلاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر في ظل ما يملكه البلدان من مقومات اقتصادية وموارد بشرية وتنسيق مستمر يسهم في دفع عجلة التطوير والنماء المشتركة. وأثنى جلالته على المشاركة الإيجابية لأبناء الجالية الهندية في مسيرة البناء والتنمية في المملكة والتي تحظى بكل الترحيب والتقدير من قبل شعب البحرين، منوها بالدور المحوري الذي تطلع به جمهورية الهند على الصعيدين الآسيوي والعالمي وإسهاماتها الهامة في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. من جانبها أعربت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء بجلالته، مؤكدة على دور صاحب الجلالة الملك المفدى وجهوده الكبيرة في ترسيخ الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين. وأشادت بنتائج زيارتها لمملكة البحرين وما حققته من نجاح في مجالات التعاون المختلفة، مؤكدة حرصها على استمرار هذا التعاون وما لقيته خلال هذه الزيارة من حفاوة وترحيب وعلى ما تلقاه الجالية الهندية من ترحيب ورعاية واهتمام في البحرين. وأكدت حرص بلادها على تقوية أواصر علاقة الصداقة والتعاون التاريخية مع المملكة.